أستاذة أميرة تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك فضلت الشيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. جزاك الله خيرا والله على البرنامج دوت رائع وبينور أسر كثيرة قوي. ربنا يحفظك يا ستي، ربنا يعزك ويزيدك نور وبركة. الله يبارك لك. كان في سؤال، أنا زوجة تانية ولكن أنا زوجة تانية بزواج عرفي. يعني إيه زواج عرفي؟ بزواج عرفي ولكن في إشهار وفي شهود. كويس، وفي صيغة مش كده؟ وفي صيغة، في ورق مكتوب. لا، في صيغة، في صيغة اتقالت، في صيغة اتقالت في الجواز. في صيغة اتقالت في الجواز. طيب وبعدين؟ وهو كان اتفاقه ان احنا نفضل سنة في السر وما بقاش في خلفة. انا كنت مطلقة ومعايا ولد، فقلت تمام ومفيش اي مشكلة، وقلنا بعد السنة هنعلن جوازنا وهيبقى في خلفة. جه غير الاتفاق، قال لي انا مش عايز خلفة، وجه ربنا اراد ان انا جبت بنت. طيب دلوقتي جبت بنت، انا بنتي دلوقتي عندها 4 سنين. السؤال فين؟ السؤال دلوقتي، هل انا لو طلبت منه اعلان زواجنا بزواج رسمي هذا انا كده بهد البيت؟ ابدا، ده انت واجب عليكي ان انت تعملي ده، لان بنتكم اللي عندها. انا اقول له كده يا فضيله الشيخ يقول ده كان اتفاق وانت ارتضيتي بيه من الاول. سيبيني اكلمه يا فندم، سيبيني اكلمه واقول له. مش جنبي. انا عارف، سيبيني اكلمه، سمعيه المقطع ده وتسمعيه الحلقه، سمعيه بس خليني اقول له. بص يا سيدي، الله يكرمك. انا اكلمه. بص يا سيدي، احنا عندنا في الشرع الشريف لا ضرر ولا ضرار. يعني ايه لا ضرر ولا ضرار؟ لا حد يضر نفسه ولا يفعل فعل يعود بضرر على الاخرين. انت يا ستي جوازك الشكل الصحيح ليه ان هو يوثق ليه؟ للحفاظ على حقوقك، والحفاظ مش على حقوقك بس، حقوقك وحقوق اولادك. يعني البنت اللي اتخلفت دي ازاي هتثبتي نسبها؟ البنت اللي اتخلفت دي هي من حقها، لانها من ضلع هذا الرجل، من صلب هذا الرجل، ان هي ترث. إذن هناك حقوق كثيرة جدا 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 بتترتب على الزواج، ما ينفعش بأي شكل من الأشكال إهدارها، وليس من حقك إن أنت تهدريها. فطلبك لتوثيق الزواج ده حق وواجب عليه، فهو واجب عليه إن هو يوثق الزواج ده. ليه طيب؟ لأن لا يجوز الظلم. أنت زوجة كاملة الحقوق دلوقتي، فين بقى اللي يثبت ده؟ لازم نثبته. إذا كان واحد لما بيشتري أرض من واحد وما بيوثقهاش بنقول له أنت بتنصب عليه دلوقتي. فواحد بيتكلم في أدق حاجة الشرع الشريف احتاط فيها وهي الأعراض، إزاي لا يوثق الزواج؟ طلبك لتوثيق الزواج حقك وواجب على زوجك أنه يوثق الزواج. ليه؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. ليه؟ لأن الحقيقة ده شرط باطل، أن أنت لا تثبت زواجك الذي هو في الحقيقة شكله الصحيح أن يكون موثقا. فهذا الشرط يضيع الحق، وهذا الشرط يعرض الأولاد للخطر، ولا مش من حقك أن أنت تشترط الشرط ده. نعم.